السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتكلم اليوم عن مركبات عضوية تعتبر كمغذيات حيوية للجسم، ألا وهي الفيتامينات. الفيتامينات جدا مهمة للجسم وممكن نحصل عليها بشكل طبيعي من الغذاء، ولكن أيضا تتميز أنها ممكن يتم تصنيعها ونقدر نحصل عليها من المكملات الغذائية. عندنا نوعين من الفيتامينات، فيتامينات قابلة للذوبان في الجمور وفيتامينات قابلة للذوبان في الماء. الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون عبارة عن فيتامين A اللي هو مهم جدا لصحة وسلامة النظر، اللي ممكن نحصله في الجزر والجبود وهو أحد أهم مصادره. عندنا فيتامين E اللي هو غني في الزيوت النباتية ويعتبر مضاد للأكسدة، وأيضا عندنا فيتامين D اللي هو مهم لبناء وسلامة العظام والأسنان، وفيتامين K اللي نحصله بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء. هذا النوع من الفيتامينات لما نتناول الطعام اللي يحتوي على هذا النوع من الفيتامينات تعمل بعد عملية الهضم، يحدث الامتصاص في الأمعاء وبعدها ينتقل الفيتامين إلى الخلايا اللي يحتاجها الجسم الزائد عن حاجتنا، ما يتم التخلص منه بل يتم تخزينه في الجسم في الخلايا أو في الأنسجة الدهنية عشان يتم استخدامه مرة أخرى عند حاجة الجسم له. أما بالنسبة للفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، عندنا فيتامين سي اللي هو مفيد حق مناعة الجسم وأيضا يساعد على التئام الجروح ونحصله بكثرة في الفواكه الحمضية، وعندنا بعد فيتامين باء المركب ومشتقاته اللي ممكن نحصله في اللحوم الحمراء في الجبود مثلا، وبعضها ممكن نحصله أيضا في الحليب ومشتقاته. هذا النوع من الفيتامينات لما نتناول هذا النوع من الأطعمة اللي فيها الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء في عملية الهضم لما يحدث الامتصاص في الأمعاء، تنتقل هذه الفيتامينات إلى الخلايا اللي يحتاجها الجسم. الزايد عن حاجتنا يتم التخلص منه عن طريق تصفيته بواسطة الكلى وطرده خارج الجسم وتبكرارة عن طريق البول. هذه الأنواع من الفيتامينات لا تقل أهمية عن بعضها الآخر، كل فيتامين مهم للجسم، عشان كذي مهم إحنا نحن نتناول وجبات صحية متنوعة عشان يقدر الإنسان يحصل جسمه على كل ما يحتاجه من الفيتامينات. ودمتم سالمين.